أهلا بكم ومرحبا في إيمرج أفريكا، في ورشة من ورش إيمرج أفريكا بالعربي. ونرحب بالدكتورة ياسمين يوسف معنا في الورشة الحالية. الدكتورة ياسمين هي مدير عام ومؤسس لشركة أوديو ماينز للاستشارات، وهي تعمل حاليا مستشار تعليم ومعتمد لتكنولوجيا التعليم ومقيم داخلي معتمد للمنظمة الأوروبية للتميز وإدارة الجودة EFQM. حصل على ماجستير في إدارة التعليم الدولي من جامعة بألمانيا، ومن خلال الشراكة بين جامعة في ألمانيا وجامعة حلوان بالقاهرة، تعطي محاضرات لطلبة الماجستير بمراكز التميز الألماني في كلية التربية في جامعة عين شمس في مجال استخدام تكنولوجيا التعليم في التدريس، واعتمدت أيضا كمدربة لأعضاء هيئة التدريس للجامعات في مراكز التبادل التربوي الألماني داد. تقوم بتدريب أعضاء هيئة التدريس والمدرسين والإداريين بالمؤسسات التعليمية الخاصة والحكومة والدولية للعمل على تفعيل تكنولوجيا التعليم وإدارتها بشكل سليم. لها العديد من الأبحاث في مجال تكنولوجيا التعليم والتعليم الأمة. صدر لها أيضا كتاب في دار النشر الألمانية، ولها مدونات في نفس مجال التخصص وتكنولوجيا التعليم بثلاث لغات: الألمانية والإنجليزية والعربية. أنا أترك حاليا الميكروفون للدكتورة ياسمين. دكتورة ياسمين، السلام عليكم. الميكروفون مدرك يا فندم في ورشة العمل. لا كل مدة ساعة نرحب بك تاني مرة، وأهلا بك في إيمرج أفريكا. أهلا وسهلا بجميع الحاضرين، وأنا سعيدة أني أقدر أكون معكم ولأول مرة باللغة العربية. يمكن المحاضرات دي أديتها باللغة الإنجليزية فترة طويلة، فعذرا إذا كانت اللغة العربية ويمكن مصطلحات كتيرة هتبقى صعبة إن أنا أترجمها، إنما أتمنى إنه ورشة العمل تتفهم وتكون على يعني على ما يرام، وتقدروا تكونوا تتابعوا معايا. أنا طبعا بعد التقديمة دي مش هقول حاجة. أعتقد إن احنا نبتدي بإن احنا هو بس عندي مشكلة، معلش. نبتدي بالموضوع نفسه. موضوعنا النهاردة عن التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي. أنا بس عايزة أتأكد إن الصوت مسموع. تمام، للأسف مش شايفة الـ participants. تمام يا دكتور، الصوت واضح. تمام. أنا آسف المقاطعة دكتور ياسمين، هو بس برجاء جميع الحضور لو كده الصوت واضح تمام يبقى تمام، وبرجاء عدم مداخلات بالصوت في وجود الدكتور ياسمين. هنقفل المايكات كلنا بحيث إن هي ما يحصلش تشتيت عند جميع الناس. شكرا. شكرا. التحول الرقمي في الجامعات يمكن بدأ من فترات، من سنين، من كام سنة في البلاد الغربية، ويمكن احنا محتاجين نفهم عنه أكتر شوية علشان نقدر نوصل أو نعمل استراتيجيات واضحة تقدر تساعدنا علشان نتحول رقميا فعلا ونبقى متابعين العصر اللي احنا فيه. مش عندي مشكلة في السلايدز. قبل ما ابتدي احب بس أسأل حضراتكم، ماذا يعني التحول الرقمي وليه احنا محتاجينه؟ أتمنى من حضراتكم كده إنه مثلا بجملة واحدة يقدر يقول لي معنى للتحول الرقمي، أو إحنا محتاجينه ليه؟ أنا مش شايفة الشات بصراحة. طيب أنا بشوف ردود أهو. طرق التدريس.
شايفة. طيب واضح انه عندنا ردود كتيرة. خلينا نشوف مع بعض قبل ما التحول الرقمي هو الاعتماد على الأساليب التكنولوجية. أنا طبعا مش هعلق دلوقتي، أنا يعني هندخل بس نشوف الديفينيشن بتاعت كلمة ديجيتال ترانسفورميشن علشان نقدر نوصل لأحسن رد وصل ليه حضراتكم. فخلينا نكمل. كلمة ديجيتال يعني كما تعني هنا تعني سرعة التغير أو سرعة الأدابتيشن للتكنولوجي اللي احنا فيها. هي في جملة ديجيتال ترانسفورميشن بتعني سرعة التكنولوجيا نفسها. لما نيجي لكلمة ترانسفورميشن، الترانسفورميشن هو تحول، بس تحول المؤسسة بالكامل بحيث إنها تطور نفسها وتعيد صياغة نفسها علشان تقدر تواكب العصر اللي هي فيه. فإحنا كلمة ترانسفورميشن معناها تغير من حالة لحالة، من structure لstructure، من form أو في الفورم أو في الأبيرنس، في الكاركتر، في الكونديشن نفسها اللي فيها، زي بالظبط الفراشة لما بتتحول بتمر بمراحل تحول لتتحول من دودة لشكل تاني خالص. فالترانسفورمينج مش معناه ان انا اعمل رقمنة للوضع الحالي، انما ان انا احول الاورجنايزيشن او الانستيتوشن بتاعتي الى وضع اخر يواكب التحول اللي حاصل في الزمن اللي احنا فيه. طيب نرجع للبري اندستريال سوسايتي او الوقت اللي مرينا بيه قبل كده، الزمن اللي مرينا قبل كده قبل التكنولوجيا. كان في يمكن كان في امراء، كان في ملوك، وكانت الحياه يمكن ستيبل شويه عن دلوقتي. وكان الفرق بين الجدود والاحفاد ما هوش كبير، كانوا بيقدروا يتفاهموا بطريقه احسن. دخلنا على الثوره الصناعيه وبدات التغيرات تحصل في مجالات مختلفه، منها البوليتكس او السياسه، طريقه الشغل، حتى طريقة الميديا والجورنان وطرق التعليم. وبدأت التكنولوجيا تجري أسرع وأسرع وأسرع، إلى أن كمان بقى في فرق كبير قوي بين الأحفاد والأجداد وفي طريقة التفكير، وزي ما قلنا مجالات كتيرة بدأت تتحرك. طيب لو فكرنا دلوقتي في الثورة الصناعية الرابعة وبصينا للعربية التسلا اللي أعتقد ناس كتيرة تعرفها دلوقتي، كل اللي بيحصل دلوقتي ان احنا بنغير، يعني بيحصل software update اكتر ما بيحصل في الشكل وفي الابيرنس نفسه بتاع الحاجة او التكنولوجيا اللي احنا بنستعملها. طيب لو فكرنا كده وحطينا العربية التسلا على كوبري 6 اكتوبر اللي عندنا في القاهرة مثلا، احنا عارفين كوبري 6 اكتوبر يعني في القاهرة، للناس اللي مش معانا يمكن مش بالتنظيم، أو الترافيك عندنا في القاهرة يمكن مش بالتنظيم اللي في بلاد تانية. فتفتكروا ممكن يكون إيه الوضع يعني؟ ممكن بس تقولوا لي تتخيلوا العربية التسلا دي لو مشيت في القاهرة ممكن يحصل فيها إيه؟ أنا في انتظار ردود حضراتكم.
طيب ممكن، حاضر هعمل خلط في الكلام الإنجليزي. شكرا. حوادث طبعا هتتدمر، ممكن عدم القدرة على الاستفادة في إمكانياتها، الناس ممكن، وممكن تقع من على الكوبري خالص. وده عايد لأنه طريقة التسلا طبعا إنها بتراك الترافيك أو الحاجات اللي حواليها، وطبعا عدم النظام اللي ممكن يكون في الشوارع ممكن يبقى صعب إنها تمشي فيه. فإيه اللي محتاجين نغيره علشان العربية التسلا دي تمشي؟ تفتكروا إيه اللي ممكن محتاجين نغيره؟ أكيد تنظيم المرور، أكيد محتاجين سياسات تضبط طرق زي ما حضرتك بتقول. إيه تاني؟ الثقافة طبعا، سلوكيات من الحاجات الكتيرة، فكر المجتمع زي ما احنا شايفين حاجات كتيرة قوي محتاجينها نغيرها في الانفايرمنت علشان فعلا نقدر نمشي عربية تسلا بالشكل ده في المجتمع بتاعنا. يبقى لما اجي احط تكنولوجيا مختلفة لازم احطها في، لازم احضر الانفايرمنت الخاص بيها علشان اقدر اعمل كده. نكمل البرزنتيشن. كل حاجة حوالينا بتتغير بالتكنولوجيا، التواصل اللي بيننا في أي وقت و anywhere anytime، حتى الطريقة اللي متاح بيها الأخبار، الخدمات، الانترتينمنت، كل حاجة فيها بتتغير بالطريقة اللي بنعملها، حتى الاكسبكتيشن أو التوقعات الناس للمنظمات أو للأشغال اللي هي بتشتغل فيها أو للأورجنايزيشنز اللي بتشتغل فيها بتتغير، حتى طريقة الشراء بتاعتنا أو شراء الجودز بتاعتنا بتتغير، الخدمات اللي يعني بنطلبها من المؤسسات اللي احنا بنتعاون معاها بتتغير، كل توقعاتنا بتتغير، حتى السلوكيات بتاعت الناس بتتغير أثناء استعمال التكنولوجيا. وكل ما التكنولوجيا بتتغير احنا كمان الاكسبكتيشن بتاعتنا بتتغير. طيب الديجيتال ديسربشن هو يعني ازاي، انا للاسف الكلمه يمكن او اعتقد انها اسمها اضطراب رقمي. الديجيتال ديسربشن حصل عندنا في العالم بطريقه كبيره في الوقت الحالي. ناخد مثل للهوتيل بيزنس او الفنادق، كان الكاستمر او الكلاينت بيتعامل مع الهوتيل دايركتلي وكان بيحجز الروم بتاعته، واذ فجأة ظهر booking.com. تفتكروا ايه المميزات اللي اداها لنا booking.com عن طريق الابلكيشن بتاعته؟ ايه الحاجات اللي لقيتوها حضراتكم مفيدة أو غيرت التعامل، إن الكلاينت يتعامل دايركتلي مع الهوتيل؟ إيه السيرفيسز اللي بناخدها من booking.com؟ توفير الوقت والجهد والمعلومات الكافية، صح، التنوع والتقييم، صح، أنا بقدر أشوف الريفيوز بتاعت الناس وبقدر يبقى عندي كل حاجة، أمان المعلومات، أرخص الأسعار طبعا، بيديني أوفر فيو كامل لكل النزلاء. دي خدمات صغيرة وحاجات صغيرة بس مهمة جدا اديتها لنا الابليكيشن الصغيرة، وقدروا الانوفيتورز اللي عملوا الديسربشن دي أو عملوا الابليكيشن دي انهم ياخدوا 30% من اللي بيدفعوا، اللي بياخدوا الاوتيل في طبعا اراء ومقارنات، من اللي بياخدوا الاوتيل من الكلاينت نفسه. وعلشان الناس ارتاحت جدا في booking.com فقدرت حاجه صغيره، ابلكيشن انوفيتور وستارت اب صغيره قدرت انها تدخل المجال وتقطع البيزنس او الريليشن شيب بتاعت بيزنس زي ده. اختيارات حسب البادجت، ما ده قلناه صحيح. طيب نكمل
البرزنتيشن زيها زي اير بي ان بي، اكيد حضراتكم عارفينه، اللي بنحجز فيه الغرف، زي كورسيرا، زي امازون، زي علي بابا. كل دي ديسربشنز حصلت وبقت قطعت علاقات معينه ما بين الكاستمر والحاجه او السيرفيس اللي بياخده. طيب شارلين لي هي اكسبرت في الديجيتال ترانسفورميشن، قالت ان الديسربشن ده في الاخر هو شيفت او نقله من الباور في الريليشن شيبس. يعني انا فين، مين اللي بيبقى عنده السلطه او الباور الاكبر في العلاقات، وان انا اعمل انوفيشن صغيره زي دي فعلا عملت نقله في العلاقات. عندنا ثلاث كاركترستكس للديسربشنز دي. عند اهم حاجه فيها انها زي ما انتوا قلتوا افوردبل effective وكمان convenient. بقدر من وانا في بيتي ان انا احجز الاوتيل في ثانية، بقدر ادفع، وطبعا بقدر اقارن الاسعار واخد احسن حاجة عندي. بس اهم حاجة واكبر حاجة في الموضوع انها لازم تبقى innovative او متطورة. والانوفيشن هنا معناها ان انا احول فكرة صغيرة لاختراع أو لشيء أقدر، أو سيرفيس ليه قيمة في المجتمع الكاستمر يقدر يدفع له، أو يعني يبقى عايز يدفع ثمنه. طيب في تو تايبس من الأورجنايزيشن، نوعين من الأورجنايزيشنز عندنا. عندنا organization بتديجيتايز او بتعمل رقمنه للاكزيستنج سيرفيسز او للخدمات اللي موجوده فعليا، مش بتعمل حاجه جديده. وعندنا الديجيتال انوفيتورز او الانوفيتورز اللي بيحولوا بيعملوا فكر جديد زي ما احنا قلنا، او بيعيدوا اختراع حاجه جديده، ودول الوينرز اللي دايما غالبا ما بيكسبوا يعني. طيب نشوف التغيير ده على مستوى الميوزك اندستري او صناعه الموسيقى. ايه اللي عملته، ايه التغير اللي عملته التكنولوجيا في الميوزك اندستري مثلا؟ هنشوف مثلا الفاليو تشين او سلسله القيمه اللي كانت موجوده من قبل. كان في الارتست او الفنان نفسه، الكومبوزر المؤلف او اللي بيعمل الموسيقى، الليريست المؤلف، عندنا الميوزك دايركتور، عندنا بعد كده الفيلم بروديوسر او منتج الفيلم، علشان انتوا عارفين زمان كانت الافلام هي اللي بتخلي الاغنيه تعيش. عندنا الريكوردينج كومبانيز، عندنا اللايسنسنج ايجنسي اللي بتدي التراخيص، وعندنا الرايتس ايجنسيز اللي بتدي الحقوق للموضوع، عندنا الريتيلرز، وعندنا الراديو والتلفزيون، وفي الاخر المستهلك اللي بيشتري الحاجة. دي كانت سلسلة القيمة بتاعت الميوزك اندستري زمان. اللي حصل انه الميوزك اندستري فضلت تطور في الاكزيستنج سيرفيسز او في الخدمات العادية بتاعتها وتعلي الكواليتي، لكن ما خدتش بالها ان في حد هنا بعيد بيعمل اختراع جديد او بيعمل MP3 فايل. والام بي 3 فايل وقتها كان فيري لو كواليتي، ما كانش الكواليتي العاليه اللي موجوده، ولكن اللي ساعد بعد كده على انه يخترق البزنس اللي كان موجود للميوزك اندستري انه تم اختراع الايبود لو تفتكروا، واختراع الاي تيونز او اللي احنا هنشوفه، وده هنشوفه حالا، اللي قدر ياخد السوفت وير، اللي قدر ياخد الام بي 3 فايل ويحطه في جهاز تاني اصغر بورتبل اقدر استخدمه في اي وقت. وده اللي عمل اختراق للاكزيستنج بزنس، لان هم كانوا ماشيين ولا واخدين بالهم، الى ان بدات التكنولوجيا تعلى والانوفيشن الجديده دي يمكن تكسر البيزنس العادي. وزي ما انتم شايفين الاي تيونز سهل وجود الام بي 3 على الايبود، فبقيت اقدر اداونلود الام بي 3 فايل اللي انا
نفسي أسمعه أو الأغاني اللي أنا نفسي أسمعها. ده عمل قيمة تانية للكاستمر، إنه خلاهم يقدروا ليجالي يداونلودوا أو بحقوق، عندهم أحقية إنهم ياخدوا حاجة، يداونلودوا أغاني هاي كواليتي، وبقت سهلة إنه الواحد حتى يحطها على سي دي بعد كده وياخدها وينقي الأغاني اللي هو عايزها. خلينا نشوف الكاستمر جيرني أو الرحلة اللي بيقوم بيها الكاستمر أثناء ما هو بي 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 بيسمع الموسيقى. طبعا احنا شفنا الفاليو تشين اللي كان قبل كده، وشفنا قد ايه الاندستري كانت كبيرة بالمقارنة بدلوقتي اللي الواحد بيعمل فيها سيرش على الانترنت، بيسمع الأغنية قبل ما يشتريها أو يعمل لها داونلود، وبيقدر يداونلودها وبعد كده يقدر يشتريها. التكنولوجيا اللي ساعدت على كده كانت طريقة الديجيتايزيشن، اللي قدرنا نكمبرس فيها الموسيقى بـ MP3 فايل، بقى فيه سوفت وير فور ريبينج الـ MP3 فايلز، وبعدين ديفايس يقدر يعمل لنا ستورنج. اللي حصل ان احنا نحولنا من الاسطوانات للكاسيت للسي دي، وفجأة قدرنا بدل ما ناخد ألبوم بحاله إن إحنا نعمل سينجل داونلودز، قدرت إن أنا قدرنا نعمل رينج تونز، قدرنا نخدم تيستس أو أذواق مختلفة، وده اللي فرق كتير بعد كده، إنه يقدر يقلل الكوست بتاع إنه يكسبيرينس الميوزك، بيرديوس الكوست اوف باينج اند ستورينج، ان انا اشتري او ان انا اخزن الميوزك، واقدر ده سمح لي كمان ان انا ادرس نيش تيستس او اذواق مختلفه زي ما احنا قلنا. طيب انا عايزه اسالكم سؤال سريع كده، ايه الفرق بين الديجيتايزيشن الديجيتاليزيشن والديجيتال ترانسفورميشن؟ هستنى حضراتكم تقولوا لي. للأسف في كلمات أنا يمكن ما لقيتش ليها عربي قوي، فيمكن حضراتكم برضو تساعدوني في المصطلح العربي الصحيح، إنما خلينا الأول نشرح الفرق بينهم علشان نقدر نفهم اللي جاي. ايه الفرق؟ هي كلها كلمات تعبر عن مراحل عملية التحول الرقمي، تمام؟ كلام معقول. ايه تاني؟ حد عنده يقدر يقول لنا فروق؟ هي كلها بداية من التحول بشكل جزئي للتحول الكلي، سليم برضو، بس يمكن في فروق بسيطة لو نقدر نفهمها لأنها هتفرق معانا كتير في الكلام اللي جاي. الرقمنة تشتغل على مادة خام، بس التحويل لأ، هنشوف دلوقتي مع بعض. حد تاني عنده حاجة يقدر يضيفها؟ التحول الرقمي عملية تغيير شاملة يتم فيها استخدام التقنيات الرقمية في كافة المعاملات داخل المجتمع. طيب أنا مش هطول عليكم علشان وقت الورشة، خلينا نشوف مع بعض الكلام الحلو ده. طيب هرجع تاني، ده الفرق بين الديجيتايزيشن والديجيتاليزيشن والديجيتال ترانسفورميشن. الديجيتايزيشن هو اني احول المعلومه او الداتا لحاجه رقميه اقدر اتعامل، زي البي دي اف مثلا، زي الورق العادي لما احوله كتابه واحوله لفايل بي دي اف. الديجيتاليزيشن هي ان انا اديجيتالايز بروسيسز او اجراءات،
زي ما بنشوف في الحكومة الإلكترونية دلوقتي، بدل ما كانت الإجراءات اللي بتتعمل مانوال، النهاردة بنعملها ديجيتالايزد. لكن هل ده معناه تحول رقمي؟ لا، لأنه تحول نفسه هي بروسيسز ومراحل زي ما حضراتكم قلتوا، إنما التحول الرقمي زي ما قلنا إن إحنا نتحول من شيء، من نحول المؤسسة بتاعتنا من الوضع الحالي لوضع يقدر ينافس أو يقدر يتعامل مع الحياة العصرية أو الماركت أو السوق حاليا، ويقدر يكمبيت فيه. فده معناه إنه هكريت بزنس بطريقة مختلفة. دي الفروق ما بين كلمة digitization، digitalization و digital transformation. ويمكن أنا في الاصطلاحات العربي يمكن ما لقيتش غير الرقمنة أو التحول الرقمي، معرفتش أوصل للأسف للكلمة الصحيحة. فإذا بتمنى من حضراتكم إذا حد وصل للكلمة الصحيحة يكتبها لنا علشان كلنا نستفيد. طيب، جورج وسترمان قال إنه when digital transformation is done right, it's like a caterpillar turning into a butterfly, but when done wrong, all you have is a really fast caterpillar. يعني إنه لو عملنا digital transformation أو التحول الرقمي بطريقة صحيحة، يبقى إحنا هنتحول فعلا لشيء جديد، إن زي الفراشة. إنما لو اتعملت غلط، فهي بس احنا زودنا سرعة الإجراءات، إنما ما غيرناش في المؤسسة اللي احنا فيها. طيب، علشان أتحول رقميا، أنا عندي فريمورك أو إطار أقدر أمشي بيه. والإطار ده اتعمل من يمكن شركات كتيرة، اتعمل ريسيرش على شركات كتيرة ناجحة في الماركت حاليا، ووصلوا لأنه ده أحسن فريم ورك أو الحاجة اللي فعلا نجحت مؤسسات كبيرة في التحول الرقمي. نبدأ بالديجيتال بزنس استراتيجي. لازم يكون عندي ديجيتال بزنس استراتيجي، لازم يكون عندي موارد بشرية engaged فعلا في اللي أنا بعمله، ولازم يكون الكالتشر مناسب. احنا شفنا العربية تسلا لما كانت على كوبري 6 أكتوبر، حد من حضراتكم قال الثقافة. بعد كده لازم يكون عندي البروسيسز أو الإجراءات وألاين مع البزنس بتاعي. في نفس الوقت لازم أفكر في القدرات بتاعت الناس بتاعتي، الديجيتال كابابيليتيز. هل عندي الكفاءات والقدرات الخاصة بالتحول الرقمي ده؟ هل أكيد مش هقدر أنفذه مرة واحدة، دي حاجة بتاخد سنين، فلازم أستعمل الأجايل إنوفيشن واي. أنا للأسف مش عارفة المصطلح بتاع الأجايل قوي. كمان الكومبتيتيف أدفانتج لازم تبقى improved أو تتحسن عن طريق التواصل الكوميونيكيشن. وكل ده بيبقى enabled بالتكنولوجي. يعني التكنولوجي هنا tool أكتر ما هي الحاجة الرئيسية اللي بستخدمها في التحول الرقمي، هي أداة. لكن الهدف من التحول الرقمي إني أقدر أواكب العصر وأقدر أبقى competitive. أنا مش هقدر، يمكن في group activity مش هقدر أعمله هنا، بس إحنا علشان نعمل الإطار الخاص بال أو أقدر أغير في التحول الرقمي، في بلوكس معينة أقدر أعمل بيها التغير ده أو أمشي عليها علشان أقدر أتحول رقميا بطريقة صحيحة. بداية من الاستراتيجي أو الكالتشر اللي أنا هعمله، لازم يكون عندي استراتيجي. من غير استراتيجي أنا مش هقدر أشتغل. بعد كده لازم أفكر في الستاف أو الموارد البشرية، وفي نفس الوقت لازم أفكر في الكلاينت أو الكاستمر انجيجمنت بتاعتي. لازم أشوف الناس كلها، الستيك هولدرز كلهم اللي هيبقوا معايا. لازم أفكر في البروسيسز والإنوفيشنز، كل ده هيحصل فيها تغيير أثناء ما أنا بتحول رقميا، التكنولوجي اللي هستعملها، وأكيد الداتا أناليتكس علشان أعرف أنا فعلا بمشي لقدام ولا أقدر أخد قرارات. لازم يبقى عندي داتا وتحليل للداتا اللي عندي. طيب، دي التشينج بلوكس المهمة جدا في الديجيتال ترانسفورميشن. طيب، لو نقصت حاجة من دي، يعني مثلا الاستراتيجي، أوكي؟ لو نقصت حاجة من الاستراتيجي دي، تفتكروا إيه اللي هيحصل في أول حاجة؟ أنا شايفة أسئلة هنا،
يعني اللي يمتلك أحدث تكنولوجيا هو اللي هيكون ناجح ومؤهل في السوق؟ لا، هي مش كده. خلينا نمشي مع بعض، ويمكن في الآخر هنرجع لسؤال حضرتك أستاذ أسامة مرة تانية. طيب، لما بنفتقد الاستراتيجي، كل اللي بيحصل ان انا بعمل رقمنة او بحول حاجتي رقميا، لكن بأي هدف انا مش عارف، يعني مش واضح الهدف اللي انا بعمل عشانه. نشوف اللي بعده. طيب، لو نقص الانجيجمنت او التفاعل مع الستاف، او انه اخد بالي من الكاستمر، اكيد لو الستاف بتاعي او الناس اللي معايا مش فاهمه انا بعمل كده ليه، او مش معايا في الشغل، اكيد هيحصل ريزيستنس او مقاومه. واعتقد ان ناس كتيره من حضراتكم قبلت ده في شغلها، وشافت قد ايه المقاومه بتكون ما دام الواحد مش فاهم دوره، ومش فاهم او ما بيرعاش الموارد البشريه، وان انا اشير معاها الاستراتيجي دي. طيب، نشوف لو نقصت البروسيسز، لو ما اشتغلتش على البروسيسز بطريقه صحيحه او الاجراءات، طبعا هتبقى الدنيا uncoordinated ومش متنظمه، لاني ما مشيتش بالبروسيسز دي صح. لو افتقدنا للتكنولوجيا، طبعا هيحصل فرستريشن، والناس هتتضايق. النهارده كلنا بنستعمل التكنولوجيا عشان نشتغل بطريقه اسرع شويه وبطريقه مريحه، فطبيعي انها تعمل فرستريشن. واخيرا، لو ما عنديش داتا وما بعملش تحليل للي بيحصل، اكيد هيحصل ركود، ومش هعرف هل انا بتحسن، هل انا برجع لورا، هل انا بتقدم لقدام. علشان كده مهم جدا ان انا ما اغفلش ولا بلوك من البلوكس دي. طيب، لازم كمان افهم ايه التكنولوجي ترندز اللي حواليا. النهارده احنا شايفين البيج داتا، شايفين الحوسبه والشيفتنج تو ذا كلاود والاي او تي اللي هي الاجهزه اللي بتكلم من بعضها دلوقتي، شايفين مهم جدا السايبر سيكيورتي، الارتفيشال انتليجنس، البلوك تشين اكيد حضراتكم عارفينه. بالنسبه للجامعات بالذات، عشان نرجع برضو لوضع الجامعات، ممكن في الاي او تي نستعمل السمارت لايتنج سيستم، عندنا ميني سمارت سيتيز او كامبوسز داخل الجامعه، البلوك تشين بيساعدني ان انا النهارده استور الانفورميشن او الشهادات السيرتيفيكتس اللي بتبقى عندي. لازم كل اختراع جديد افكر هينفعني في ايه في المؤسسه بتاعتي. السايبر سيكيورتي طبعا، الانفورميشن بتاعت الناس، بتاعت الجامعه، بتاعت الدرجات، بتاعت حاجات كتيره تهمني. الاي ار النهارده، ان انا اخلي الحاجه، والفي ار، ان انا اخلي الحاجه فيجوال للطلبه في الكامبوس، كل ده ان انا اخلي الاي ار ده كمان على الموبايل فونز، بيسهل، علشان ده الجهاز اللي في ايد الولاد. حاجات كتيرة أنا مش عايزة أدخل فيها دلوقتي نظرا للوقت، إنما حتى الشات بوتس اللي بحطها على الويب سايت بتاعتي، وبتجاوب النهاردة على أسئلة الطلبة، بدل ما عبال ما يوصل لهم رد يبقى الموضوع صعب جدا. كل الحاجات دي أعتقد إنها مهم جدا، إن أنا دايما أشوف، زي إحنا شفنا الـ MP3 فايل عمل إيه في الميوزك إندستري، لو أنا ما خدتش بالي من التكنولوجيا النهاردة اللي طالعة وأنا فاكر إنها بعيدة عني، اكيد ممكن الاقي الديسربشن ده حصل في اي وقت، فانا لازم اقدر اكمبيت مع الحاجات اللي بتحصل. طيب، ليه بنحتاج الديجيتال ترانسفورميشن؟ انا اكيد برضو علشان نظرا للوقت، وهدخل تاني نسال بعض اسئله تاني. عشان الكومبيتيشن، علشان يبقى عندي احسن كاستمر اكسبيرينس بطريقه افضل، علشان يبقى عندي سهولة في الانستيتوشن ومرونة في الانستيتوشن بتاعتي، وعلشان أجيب طبعا higher profitability للمكان بتاعي. أنا عايزة أوريكم سريعا فيلم للديجيتال ترانسفورميشن وإيه اللي ممكن يحصل. أنا مش عارفة الصوت هيبقى أوكي، بس هو يعني دقيقتين لكن هيفرق معانا. هل الوقت عندنا وقت؟ الوقت متاح مع حضرتك، ممكن تقرب المايك بس من اللابتوب او الصوت. هضطر لا خلاص اوكي مايك.
مشكلة. طيب لو يعني ممكن تشوفه بس سريعا، ممكن اشرح على الفيديو تمام. يمكن ده يسرع. طيب هي الكلام طبعا بيوضح انه مفيد لكل الستاف، بس انا عايزة اوصل لأسرع. لوسي طالبة جراديويت، وكل ما اول ما بتدخل البورتال بيطلع لها ويلكم مسج، والانفورميشن اللي بتجيلها بتتسجست الكورسز اللي هي محتاجاها، بتلاقي الجدول بتاعها، بيجيلها alert بالكورسز والكلاسز بتاعتها، اول بيجيلها نوتيفيكيشن على الموبايل الscholarships اللي متاحة في الجامعة، وبيتقال لها ان الديدلاين بتاعها لو ما لحقتوش في مساعدة، وبيجي لها عن طريق الارتفيشال انتليجنس ردود. لو سمحتي ولو ما لحقتش بتقدر تعمل اكستنشن وهكذا. دي بس سامبل للديجيتال ترانسفورميشن اللي بتخلي الاكسبيرينس بتاعت الستودنت بتاعتنا في الجامعه افضل بكتير. لكن انا كمان لازم اراعي الاكسبيرينس او الامبلوير اللي هيروحوا له في سوق العمل، يعني صاحب العمل ده ايه السكيلز والاتيتيودز اللي هو محتاجها، ايه المهارات والكاركتر اللي هو محتاجه له، زي ما براعي الاكسبكتيشن بتاع الطالب هو متخيل الجامعه بتاعته دي مفروض تقدم له ايه عشان يبقى صالح لسوق العمل. نبص لليونيفرسيتي ايكو سيستم، هنلاقي انه زي ما انتم شايفين الستيك هولدرز كتير، من اول الستودنتس والبارنتس او الاهالي اللي بتقابل الويب سايت الاولانيه، ونشوف اللي ورا الويب سايت طبعا الناس الستاف البروسيسز الانفورميشن الداتا الثقافه الداخليه او الكالتشر الكومبيتيتورز اللي عندنا برضو بارتنرز زي الحكومه زي السبلايرز زي الفندرز زي البارتنرز، كل دول لازم نفكر فيهم اثناء ما بنعمل الديجيتال استراتيجي اللي احنا هنحول بيها المؤسسه رقميه. لازم نعرف ان الديجيتال او التحول الرقمي ده رحله ملهاش نهايه، ويمكن هنشوف دلوقتي ديجيتال استراتيجيز مختلفه لمؤسسات او جامعات خارجيه. خلينا ناخد مثل كده لشكل ديجيتال استراتيجي. انا اسفه، ديجيتال استراتيجي موجوده في الهاير اديوكيشن. ف انواع الديجيتال استراتيجيز او الاي سي تي استراتيجيز اللي المفروض تبقى موجوده عندي او اللي المفروض اخطط لها، من اول استراتيجي فور اديوكيشن للتعليم، استراتيجي للريسيرش او للبحث العلمي، استراتيجي للانفراستراكشر او البنيه التحتيه، استراتيجي للادمنستريتيف سيرفيسز، وعندي استراتيجي للانفورميشن سكيورتي. كل دي محتاجه احضر لها استراتيجيات للتحول الرقمي المطلوب. وانا بتحول رقميا عشان ابقى ايه؟ ايه الشكل اللي انا عايزه اكون عليه عشان اواكب التطور اللي موجود ده؟ طبعا لازم الاين البيزنس لانه في الاخر هو مؤسسة فاعلة، أنا محتاج ألاين كل الاستراتيجيز مع الناس زي ما احنا شفنا مع الستاف مع الانفراستراكشر مع كل حاجة عندنا، ولازم أعمل institutional digitalization مع الـ ICT strategies. طيب مهم جدا أن أنا أشير الاستراتيجي مع الناس اللي أنا هشتغل معها، مهم جدا ان انا اشير الاناليتكس واخد قرارات مع الناس، ومهم جدا برضو ان انا ادي الناس البوليسيز الخاصه بالسايبر سيكيورتي وعلشان ابروتكت الانفورميشن وانا بعمل الاستراتيجي.
خلينا نشوف أنواع من الديجيتال استراتيجي زي يونيفرسيتي في بريطانيا هنا مثلا، عاملة فيجوال استراتيجي ومورية، يعني بتقدر تشوف فيها، حضراتكم بتقدروا تشوفوا فيها، هي حتى الموضوع على شكل مباني مثلا، زي لو بصينا تحت هنا على الديجيتال سكيلز اند كابابيلتيز، هنا المكان اللي بيطور المهارات والقدرات، وده عن طريق بيعملوا ديجيتال ليدرشيب ديفلوبمنت مثلا، بيعملوا ريدنج روم علشان المهارات دي، بيعملوا بارتنرشيبس مع مؤسسات تانية عشان تيجي تدي الكورسات دي. لو بصينا في الداتا سيفتي دي على الجنب كده، داتا سيفتي اند سيكيورتي، من اول البوليسيز اللي بتتحط علشان الداتا سيفتي دي، الحاجات البوليسيز اللي بعملها للستاف ستودنت، هو موريها على شكل مباني فين هيحصل ايه. فحضراتكم زي ما انتم شايفين الاستراتيجي ممكن تبقى فيجوال بطريقه ظريفه جدا. عندنا جامعه تانية زي يونيفرسيتي اوف جرينويتش، زي ما انتم شايفين استراتيجي ملونه وظريفه جدا، ويمكن فيجوالي اكتر واضحه، حطوا الاوبجكتيفز بتاعتهم من اول ما عايزين يعملوا يغيروا في التيتشنج اند ليرنينج، للريسيرش والانتربرايز، للسبورتنج لديفلوبينج الستاف، لانهانسينج ديجيتال انفايرمنت. انا مش عارفه الكلام واضح ولا لا، لو حضراتكم برضو تقولوا لي، لكن انا بحاول اشرح على قدر الامكان. هنا مثلا عملوها ثيمز ازاي هيديفلوب. نعم هو احنا عادي نتكلم؟ نعم هو احنا عادي نتكلم؟ ممكن لو حضرتك عندك سؤال. تمام، في سؤال؟ لا تمام، اتفضلي تمام. طيب تمام، اوكي، نرجع تاني لكلامنا. زي ما انتم شايفين هي ملونة، طبعا في حالة لو كان في وقت كنا قدرنا يمكن ندي لحضراتكم الورق وتأكستراكتوا منه الالمنتس المهمة اللي في الاستراتيجي، لكن هم حاطين تايم لاين او الوقت اللي هينفذوا فيه كل استراتيجي من اللي حضراتكم شايفينها، يعني مثلا بادئين من 2013 2014 2015. الاستراتيجي طبعا التحول الرقمي بياخد وقت طويل، فانا لما هحط استراتيجيه اكيد انها لازم تاخد وقتها، ومش هقدر بالبادجت اللي موجود حاليا انفذ، لازم افكر ازاي هوفر البادجت ده علشان اقدر اعمل ده، وازاي اشوف الموارد الداخليه اللي عندي اللي ممكن استفاد بيها، وباي هدف انا بعمل الكلام ده. طبعا انتوا شايفين تحت مثلا ايه البرنسبلز او المبادئ، كمان حطوا المبادئ اللي هم يعني هيستخدموها في الكلام ده. انا هحاول اجيب لكم سوري الصفحه اللي بعدها. حتى الطريقه بيها الاستراتيجيه بتاعتهم حاطين كي بي ايز، او انا ازاي هيقيسوا الوصول للاستراتيجيه والطريق بتاعهم، او هيقيسوا الاوبجكتيفز اللي وصلوا لها. فهنا حتى قايلين احنا هننجح اذا عملنا ده الحاجات دي، او عملنا الاجراءات دي في التيتشنج والليرنينج، اذا عملنا الاجراءات دي في الريسيرش الانتربرايز، يعني عملوها بطريقه الكل يفهمها. اتكلموا عن الريسورسز والبيبل، حطوا الستيك هولدرز او الناس المعنيين معاهم والكوميونتي معاهم، هيقدروا يعملوا معاهم ايه، المجتمع مع بحاله، وطريقه التعليم اللي عايزين يغيروا او يطوروا او يبتكروا فيها. دي شكل من الاشكال من الاستراتيجيات اللي موجوده، في منها اكتر، لو حضراتكم حابين في اي وقت ممكن ترسلوني ابعت لكم الاستراتيجيات. وعامه هتلاقوا اغلب الجامعات حتى ده على الويب سايت بتاعها، الجامعات الغربيه، هتلاقوا لو دورتوا على ديجيتال استراتيجي هتلاقوا منها اشكال ومختلفه، اطلعوا عليها لو حابين تعملوا تاخدوا فكره عن الاستراتيجيات المختلفه. النهارده احنا عارفين
إن الطلبة بتستخدم الموبايل، ودي الأداة السريعة بالنسبة لكم. أنا مش فاهمة يعني إيه لو ممكن العرض. هو في أي بيقصد دكتور محمد ان هو يكون الباوربوينت متاح، يعني آه طبعا آه أوكي معلش أنا بفهم أوكي حاضر. ممكن نحوله PDF ونبعته، مفيش هيتم مشكلة. يتحدث من خلال الايميل أو بتاعك الجروب اه بتاعك، او هحطه على سلايد شير او اي حاجة يبقى متاح للكل. هو هيتم من خلال الجروب من خلال الباوربوينت بتاعنا ان شاء الله. خلاص تمام، شكرا يا ده فندم. هو مفيش مشكلة. طيب احنا شايفين الطلبة النهاردة بي بي بيستعملوا الموبايل، وده بالنسبة لهم الأداة اللي في ايديهم اللي بيتحركوا بيها. طيب لو بصينا كده، الطلبة عادة بتدور على الجامعات ازاي؟ ايه الكريتيكال فاكتورز او اللي بتأثر على قراراتهم دي؟ ايه الترندز اللي موجودة وايه السلوكيات اللي موجودة حاليا مع الطلبة دي؟ انا لازم افهم الطالب علشان افكر في الرحلة بتاعته اللي بيدور بيها على الجامعة. لو انا جامعة عايزة انافس حاليا في الوضع اللي احنا فيه، واحنا عارفين يمكن هنا في مصر كمان الجامعات الحكومية بقى مطلوب منها انها تعمل جامعات اهلية، يمكن برايفت شوية وبفلوس. فلو احنا النهاردة هنحاول ننافس مع الجامعات الخاصة، ازاي هنقدر ننافس؟ انا بس هرجع للسؤال. هناك آراء متخوفة من موضوع التحويل الرقمي في التعليم من عدة جوانب، منها تقليص الميزانيات على التعليم، جودة الخريجين، وأهم شيء هو تقليص فرص التوظيف لليد البشرية لحساب الآلة. طيب أنا معاك، بس حضرتك لو تخوفت دلوقتي، هل في تغيير هيحصل، ولا حضرتك اللي هتبقى outdated، أو الناس يعني المتخوفة دي هي اللي مش هتقدر تنافس؟ فهي يا إما تطور نفسها والناس تطور نفسها، يا إما هنخرج من السوق ومن التقييمات ومن الرانكينج. طيب أنا بس هرد يعني علشان الوقت، هرجع أرد على الكلام بتاعكم مرة تانية، وأعتقد إن حد رد كمان على الأستاذ. طيب هنتكلم على صعوبة الطالب كمان إنه يبحث عن جامعة. النهاردة أنا عايزة أشد الطالب للجامعة دي، إيه اللي المفروض أسهلها له؟ إيه الحاجات اللي ممكن أقوم بتسهيلها علشان يقدر يوصل لي ويعرف عن جامعتي حاجة؟ فين النقط المهمة قوي اللي هياخد فيها قرار، اللي احط فيها معلومات اكتر علشان تديني امباكت اكبر؟ ايه التاتش بوينتس اللي النقط اللي بيقدر ياخد فيها قرار؟ خلينا نشوف مع بعض. مثلا كمثل، انا بدي مثل امريكا، الطلبة حاليا بتقدم يعني 32% من الطلبة هناك بتقدم على 6 جامعات في نفس الوقت. أنا مش بتكلم على الجامعات الحكومية اللي عندنا هنا بس اللي هي ماشية بالمجموع، إنما حتى بقى عندنا برايفت وبقى عندنا جامعات أهلية. فلازم النهاردة نفكر جديا جدا في الموضوع ده. عندنا الطالب اللي في بريطانيا مثلا، علشان يدور على أي يونيفرسيتي بيستعمل الموبايل، ف40% منهم بيستعملوا الموبايل. الأغلب الطلبة النهاردة بتدور على انفورميشن عن طريق الفيديوز، هم فيديو اورينتد. هل جامعاتنا عاملة فيديوز كافية تساعد الطالب انه ياخد القرار ويعرف الكلام ده؟ هل هي دوكيومنتري ولا فعلا حاجات بتدي الانفورميشن الخاصة بالانترست بتاع الطالب؟ الكاستمر جيرني بتبتدي من اول الستودنت ريكروتمنت، ادميشن، انرولمنت، ستودنت لايف داخل الجامعه، حياته اللي داخل الجامعه، السبورت اللي بياخده او المسانده اللي بياخدها، الستودنت ريتنشن، حتى الخريجين الانجيجمنت بتاعهم هل بيفضل موجود ولا لا؟ خلينا نشوف رحله طالب كده وهو بيدور على جامعه. الموضوع بيبتدي من الاسبيريشن او انه يبقى عايز بيدور على جامعه، بعد كده بيعمل ريسيرش صح؟ بعد كده بيعمل كونتاكت مع الجامعه، هل بيجي له ردود في ساعتها؟ يعني هي مش مساله ويب سايت او مساله ديجيتاليزيشن،
بس هل لما ببعت للجامعة أو بحاول كونتاكت، هل الكونتاكت بيرسون ده مثلا واضح قدامي؟ بيتقال إمتى أقدر أكلمه، صباحا مساء، من الساعة كام للساعة كام؟ هل متاح ليا إن أنا أعرف اسم المتخصص ده وأبعت له إيميلز، وهل بيترد عليا في ساعتها؟ كل دي حاجات لازم أسأل نفسي فيها كجامعة. هل لازم اشوف هو بيعمل كومباريزن، مين الكومبتيتيف جامعه او المنافسه، الجامعات المنافسه ليا ايه الكومباريزن، بيعمل كومباريزن على ايه، بيقارن ايه بايه، هل الانفورميشن بتاعت الجامعات المنافسه بتاعتي اوضح من الانفورميشن اللي عندي، ايه الابلكيشنز، هل في ابلكيشنز للتقديم، بياخد قد ايه الرد، هل انا عندي معلومات الرد ده بيجي امتى؟ برضو على الابليكيشن بتاعتي، انا طالب بقدم على 6 جامعات، امتى هيترد عليا في انهي علشان يلحق ياخدني؟ ما انا برضو انا كجامعة عايزة احسن طلبة. الاكسبتنس بيمشي ازاي، بيتقال لي ازاي، بياخد قد ايه وقت الانرولمنت، كل دي انفورميشن محتاج اوضحها للطالب على الويب سايت بتاعتي قبل ما يجي. فهل انا حابه بس ان حضراتكم تراجعوا الجامعات اللي حضراتكم منتمين ليها، هل هي متاح، عامله اتاحه لكل ده علشان تسهل الرحله بتاعه الطالب انه ياخد القرار؟ طبعا الطالب ما بياخدش القرار لوحده، ساعات الاهل معاه، انما هل كل المعلومات دي متاحه وسهله انها تتلاقى؟ دي من الحاجات المهمة جدا. ايه المعلومات اللي الطالب بيحبها، يحب يعرفها، مثلا عن الكونتنت، عن المنهج، عن التيتشنج ستاف، مين اللي هيدرس لي، ايه الفيوتشر جوبز او اللي هتبقى متاحة بعد ما اخلص نوع الدراسة دي، هل الكلام ده، هل اليونيفرسيتي ليها بارتنر في الغرب انترناشونالي ولا لا، هل في دبل ديجريز، الانفراستراكشر، الفاسيلتيز اللي عندي، ما دام هدفع يبقى هل انا بجاستيفاي الدفع ده، هل انا عامل الليرنينج سبيسز اللي هي فيري كونفينينت للشباب النهارده بالطريقه اللي هم حابينها علشان يقدروا فعلا يحصلوا التعليم ده ويبقوا حاسين ان الجامعه دي حاجه مريحه وبيتهم ويقدروا يقعدوا فيها، كل ده مهم جدا. علشان كده لازم كل جامعه، او يفضل في الاستراتيجيه ان احنا نعمل الكاستمر جيرني بتاعت كاستمر جيرني ماب، او خريطه لرحله الطالب بتاعي، بما ان الطالب هو الكاستمر بتاعي، يفضل ان احنا واحنا بنشتغل مع في التحول الرقمي ان احنا نعمل الكاستمر جيرني ماب ونشوف النقط اللي احنا اتكلمنا عليها، وهل هيلاقي صعوبه ولا هيلاقيها بمنتهى السهوله اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب هنتكلم عن الجزء الاولاني اللي هو قبل الويب سايت اللي احنا اتكلمنا عنه، اكيد في برايت سبوتس، يعني في نقط حلوه جدا وانفورميشن موجوده، وفي نقط تانية هيبقى فيها تشالنجز، اوكي، ولان النقط دي اللي بعمل بيها الماركتينج او بجذب بيها الطالب للجامعه بتاعتي. النقط اللي فيها challenges دي أكيد لازم أشتغل عليها، والنقط البرايت سبوتس ممكن أعظمها أو أخليها موجودة. فدي الماركتينج بروميسز اللي بعملها للطالب. مهم جدا إن أنا زي ما أنتم شايفين إن أنا أفهم الطالب ده، هل هو جاي لي من نفس البلد؟ إيه نوعه؟ خريج مدرسة عادية ولا انترناشنال ولا مدرسة حكومية؟ هل انا هو انترناشونال ستودنت جاي لي من بره زي الوافدين؟ كل دول لازم افهم نوع الطالب اللي عندي علشان اسهله المعلومات اللي بيحتاجها. اكيد الطالب الوافد محتاج معلومات مختلفه عن الطالب اللي موجود عندي. بعد كده عندي التاتش بوينتس اللي اتكلمنا عليها، ويبقى افضل كتير لو انا مسكت التاتش بوينتس دي وعملتها سيرفي وبعتها للطلبه اللي عندي. فده مهم جدا عشان اخد منهم الريسورسز وافهم الانتر اكشن وايه اللي ناقصهم وايه اللي اوريدي عندي كويس. فلو عملنا زي جدول زي ده كده وقررنا انهي تاتش بوينتس مهمه جدا في الديسيجن بتاعتي، اكيد ده هيسهل عليا كتير. طيب انا مش هدخل في التفاصيل دي كتير، لكن هل
وهو بيدور على الانفورميشن دي كام كليك بيعملها او بيدوس كام مره عشان يوصل للريكويرمنتس او الانفورميشن دي، ايه الاسينشال بروجرامز اللي لازم تبان، شكل الصور، الاسامي، حاجات كتيره نقدر بعد كده نشوفها، انا مش عايزه ادخل فيها دلوقتي. طيب هنشوف النص التاني بتاع كاستمر جيرني ماب. أنا بس عايزة أسأل حضراتكم في حاجة غامضة في اللي فات ولا محتاجين أي elaboration في اللي فات؟ طيب تمام، كل شيء واضح؟ تمام زي الفل، أقدر أكمل. طيب نرجع تاني للجزء التاني. احنا دلوقتي وعدنا الطلبة وعود جميلة قوي من على الويب سايت سواء لقوها او ما لقوهاش، بقى ده موضوع تاني، انما نيجي بقى للجزء التاني اللي ورا الويب سايت، وده الاهم، البروسيسز، الموارد البشرية اللي بتنفذ الوعود دي. هل فكرت انا في الهيومن ليفل؟ يعني انا لو ببعت كل شوية للجامعة والجامعة ما بتردش عليا، هل ده احساس كويس؟ لو هل عندي customer relation management system فعلا بيرد وبيديني الداتا الصحيحه؟ كتير من الجامعات اللي بتحط management system او customer relation management system واثناء الريجستريشن بتاع الطلبه، احنا بنقول الابلكيشن ممكن يتعمل اونلاين، اثناء الريجستريشن دي طبعا السيستم ممكن يقع، في حاجات ممكن تحصل لانه لما العدد بيزيد يمكن البرود باند برضو ممكن ما يكونش موجود. هل في بديل يحل المشكلة؟ هل ما اقدرش اصرف على بادجت احسن شوية او افكر في السبلاير بتاعي ريلايبل سبلاير؟ الجزء الثاني بتاع الادميشن، هل عندي العدد الكفاية اللي يرد بسرعة على الناس دي؟ هل لو طالب مثلا خدت منه الفيز او المصروفات وحصل حاجة، امتى بديله الريفند؟ الكورس انرولمنت هل هي واضحه بالنسبه للطالب؟ هل بتراك البروجرس بتاع الطالب؟ الكاستمر سيرفيس، الليجل ايشوز او الحاجات القانونيه، الفاينانس، الاي تي، المصروفات والدفع، هل بنديليفر البروميس اللي قعدنا نقوله له طول الوقت؟ لازم طبعا كل البروسيسز دي حاجه صعبه جدا وحاجه فعلا محتاجه شغل كتير ومتعبه جدا، ومن غير الاستراتيجي انا عمري ما هقدر اشتغل عليها، لكن واكيد ده كله بياخد وقت. طيب ايه الدايمنشنز او الابعاد اللي لازم اناقشها في الاستراتيجي بتاعتي ولازم تكون واضحه؟ انا عندي دايمنشنز مختلفه جدا، زي ما انتم شايفين عندي من اول يونيفرسيتي كامبوس، المكان، الاي تي انفراستراكشر، ادمنستريشن، التيتشنج، الريسيرش، النوليدج ترانسفير، الماركتنج، يعني كل دول لازم يتعمل لهم استراتيجيات. طيب دقايق، يعني ممكن احنا يعني مش ان شاء الله ما ناخدش 10 دقايق، خلينا 10 دقايق كمان وان شاء الله نخلص. ما حدش باقي لينا 5 دقايق، اوكي 10 دقايق، اوكي. طيب زي ما انتم شايفين هو الموضوع كبير على فكرة، وطبعا ساعة واحدة مش كافية، انا بعمل ده على 7 ساعات بس بيبقى workshop كامل، فده ممكن بعد كده نعمله مع بعض، انما عشان نشتغل على التفاصيل دي، كل جامعة بتشتغل على التفاصيل دي عندها، انما ممكن حضراتكم تاخدوا مثلا حاجة او حاجتين وتفكروا في الامبروفمنت في الجامعة بتاعت حضراتكم ممكن يتغير فيها ايه، يعني في الادمنستريشن ممكن نغير ايه، في الابعاد دي، في الريسيرش ممكن نغير. اكيد ما حدش بيقدر يعمل كل التغييرات دي والامبروفمنت مرة واحدة، الفكرة انه كل واحد، كل احنا بنعمل استراتيجي نقول احنا هنشتغل من شهر كذا لشهر كذا في جزء من او في الدايمنشن دي، او بكون جروبس. اكيد انا كليدر لوحدي مش هقدر، عشان كده مهم جدا الانجيجمنت بتاع ستاف، مهم جدا ان انا اجيب ليدرشيب قاد، يعني ناس تيم من الليدرز يشتغلوا معايا، وده مهم جدا جدا جدا. طيب المهم الحاجة الأكبر ثقافة
المكان نفسه. داتا اناليتكس هيكون طبعا داتا اناليتكس مهمة جدا في الحالة دي. طيب عشان اغير الكالتشر الداخلي، طبعا من اصعب الحاجات ان حاجة الواحد يغير الكالتشر الداخلي، لكن ابسط حاجة ان انا ابتدي اقول للناس او اشير معاهم الريكوايرد تشينج او الحاجة اللي انا محتاجة اغيرها. بالنسبة لي جود او الحاجة الكويسة اللي انا عايزة اغيرها شكلها ايه، لانه بالنسبة هي حاجة نسبية برضو. طيب ازاي اكتيفيت leadership characteristics او engage الامبلويز؟ لازم افكر مين الناس اللي هتبقى معايا في التغيير ده واللي هتقود معايا التغيير، لان احنا هنتكلم على نوع leadership دي كمان ازاي احققها. كمان لازم align مع organizations تانية، لاني الواحد عشان اغير في الكالتشر ده، وطبعا فكرة الهيراركيز اللي في الجامعات دي ما ينفعش خلاص. طريقة إدارة الهيراركيز أو الـ أنا مش عارفة بالعربي إيه، بس لازم يبقى فيه كو ليدرشيب أو ليدرشيب مساعدة وأنا بشتغل، يعني لازم يبقى ليكو شركاء في تغيير في التغيير اللي هيحصل. أنتوا الواحد مش هيغير تيمز بس، ده هيغير processes، هيشتغل مع ناس بطريقة مختلفة، هيغير طريقة شغلهم. هنلاقي الديجيتال strategy لازم أعمل لها steering committee، لازم يبقى في لجنة بتدير الاستراتيجي ال implementation بتاعت الاستراتيجي دي. لازم أحط رينج ليها، لازم أحط فيها أولويات، لازم أعين فايس chancellors يبقى مسؤول، هيبقى عندي ديجيتال بروجكت مانجمنت اوفيس. لازم أفكر في السبونسرنج بتاع الموضوع، لكل دايمنشن هحط لها تيم خاص بيها من الناس اللي موجودة نفسها، وممكن أستعين بكونسلتنت من بره. كل ده لازم أفكر فيه كويس قوي. طيب مين اللي ممكن يساعدني في الديجيتال ترانسفورميشن دي؟ من اول بروفوست، الفايس شانسلر، الديبارتمنت ليدر، الناس اللي ديجيتالي سافي تيم، ناس بتحب التكنولوجيا وهتلاقوها حواليكوا في كل حته، اللي هم الايرلي ادابترز اللي يحبوا يشتغلوا معانا. الاوبريشنال بلاننج اريا لازم تكون جاهزه، الاي تي ديبارتمنت، التكنولوجي بروفايدرز. ده ملوش البروسيس ده ملوش اند ديت، وهيفضل في كونتينيوس امبروفمنت. لازم افكر في الكابابيلتيز او القدرات بتاعت الليدرز اللي انا هيشتغلوا معايا. لازم انمي قدراتهم عشان يقدروا يدوني الحاجه اللي انا عايزاها. افكر في السينيور مانجمنت، طريقه اداره الموضوع، في الهيومن ريسورسز، في الاكاديميك رولز والليدرشيبس، في اللايبراري، في الاي تي، في الايديوكيشنال ليرنينج ديفلوبمنت، في الستودنت اند ستاف والريبريزنتيف بوديز. عشان اغير كلتشر انا لازم اغير طريقه تفكير الناس، ودي مش حاجه سهله خالص. طبعا علشان اعملها لازم اعمل انفايرمنت صالحه لده، ناس فعلا من حقها تقول ايه الغلط ايه الصح. طبعا ده كلتشر مش سهل، انه اعمل انفايرمنت سيف، ناس ما تخافش تقول رايها. مهم جدا، يمكن احنا عندنا في افريقيا دي حاجه مهمه جدا. لازم اليد باي اكزامبل، لازم اكوميونيكيت ايه الاستفاده اللي كل واحد كشخص في الفيجن بتاعته الخاصه هياخدها وهو بيعمل ديجيتال ترانسفورميشن للمؤسسه بتاعته، واهميه دوره. لازم ابقى اوبن للفيدباك، ولازم اسمع منهم ليه هم مش قادرين ينفذوا ده، لانه مهم عشان احل لهم المشاكل كليدر. طريقه الشغل دي من الطرق، السكرام موديل او طرق الشغل المختلفه، ان انا اخلي الطريقه فيجوال شويه، مهم جدا. وانا مش بقول الكلام ده عن حاجه ما عملتهاش. انا لو دخلت النهارده الديبارتمنتس بتاعتنا في الكليه، انا شايفه كلام النزاهه والاستقامه ما ده كله طبعا يعني ليه علاقه بالسيف انفايرمنت اللي احنا المفروض نكون فيها. طيب
أو نحققها علشان الكلام ده يحصل. نرجع تاني لطريقة الشغل. أنا مش عارفة حضراتكم عارفين الطريقة دي، بس إنه بحط الموضوع نفسه وكل واحد عنده فكرة بيطلع يحط الستيكر يكمل الفكرة، وعايزين نغير فيه إيه مثلا الجزء ده. أنا شخصيا يمكن مع التيم بتاعي في مؤسسة كنت بشتغل فيها كان ده طريقة شغلنا. لو تشوفوا على الحيطة ورا، طريقة شغلنا كانت وقتها ان احنا، ده كان شغل 3 سنين على فكرة، بنغير اونلاين تيوترينج بلاتفورم، وبدأنا بروسيس فيرتوال، حاجة شبه الفيرتوال سكول كده، وكانت دي طريقة شغلنا وكانت افكتيف جدا. كنا وقتها دي الشركة وده الاونلاين تيوترينج بلاتفورم اللي طلع وقتها، ازاي نخلي المدرسين يدرسوا اونلاين بطريقة في فيرتوال كلاس روم بطريقة افكتيف، من اول الريكروتمنت بتاع الناس للفيرتوال التريننج اللي خدوه، ازاي يستعملوا الادوات داخل الفيرتوال كلاس روم للمونيتورنج، للكواليتي اشورنس، كواليتي كنترول، للديموز اللي اتعملت، كل ده، وللويب سايت، وانها تبقى اليوزر اكسبيرينس ايزي تو يوز والكلام ده. طبعا دايما بيحصل ريجكشن للتشينج، لازم افكر هل في ديجيتال اليترسي او اميه ديجيتال لازم اشتغل على الناس دي واديها كورسات كافيه، التكنولوجي دي هل اوبسوليت ما تنفعش اسكيل عليها، حاجات كتيره قوي لازم افكر فيها. وزي ما بتقول شارلين لي انه اكبر بارير او اكبر حاجة هتوقف التحول الرقمي هي الكالتشر والليدرشيب. احنا شفنا أهمية الليدرشيب وانها تحضر الانفايرمنت. نفس الحكاية قالها رودريجو لوبوس، the critical path for any digital transformation and digital leadership is culture not technology. طيب آخر حاجة أحب أتكلم فيها digital capabilities بتاعت الناس. يمكن مؤسسة جيسك في اليو كي حاطة ال digital capabilities الخاصة بالستاف، باللايبريان، بكل فرد داخل المؤسسة، وحتى الستاف digital capabilities اللي المفروض تكون عندها. هتلاقوا عندها يمكن كمان التست اللي نعرف بيه إن الستاف ده إيه ال capabilities اللي عنده وإيه اللي محتاجها، فممكن تدخلوا عليها وتشوفوها. كمان الـ student digital capabilities بتاعت خريج مثلا كلية ساينس، خريج كلية آداب، خريج كلية تجارة، لازم تبقى عنده ايه digital skills. طبعا الـ digital capabilities مهمة للـ staff لأنها هتديني الـ quality education اللي أنا محتاجها، هتديني الـ expectation والـ needs بتاعت الـ diversity بتاعت الـ students اللي هتبقى عندي، هت improve الـ employability طبعا إنه يبقى صالح لسوق العالم عمل ويبقى عنده higher skills، هت attract more students، هت improve الـ processes، هت maximize، هتعلي الـ value أو القيمة بتاعت الـ investment في كل الحاجات دي. الكالتشر change ده هيحصل للكل، سواء الستاف، سواء ان انا هديفلوب ريسورسز، هعمل انفورمال وبير ابروتشز، هانفست في اكريديتيشن، هامبيد كريكولم. انتوا شايفين العمليات علشان اتحول رقميا ملهاش نهايه وهتفضل على طول. حتى الديجيتال انوفيشن والبارتنرشيب مودلز، انا مش لازم كل حاجه اعملها من داخل الجامعه، انا ممكن اخد فاندز، انا ممكن اتعاون مع شركات تبقى شريكه ليا تعمل سي اس ار عندي، ممكن اعمل حاجات كتيره قوي علشان اوصل للهدف اللي انا عايزه. ولازم تبقى بيداجوجي ليد، تبتدي بيداجوجي ليد وتبقى سستينبل وتبقى ريكوجنايزد، وممكن اعمل انسنتيفز بسيطه جدا ان انا ادي ناس بادجت، قصدي بادجز اونلاين، انه احسن تيتشر، احسن ليدر، احسن، في حاجات كتيره غير الفلوس ممكن نقدر ناخدها. ان انا اعمل كلتشر انوفيتيف واريسكل الناس، ده اكبر افكت اقدر اعمله في الديجيتال ترانسفورميشن. واخيرا قبل ما انهي الكلام بتاعي، الديجيتال ترانسفورميشن ليدرشيب هيبقى فيها تغيير في الليدرشيب، يعني الليدر اللي بيقود الكوميونيكيشن هيبقى اكتر
بدل ما بيعمل ماركتنج تاكتكس، لا هيبقى كوميونيكيتور للليدرشيب بالمشاكل والبروسيسز اللي موجوده، ويسهل الكوميونيكيشن ما بينهم. الليدرشيب المانجمنت ساعتها مش هتبقى شورت تيرم مانجمنت، مش هتليد في حتت قصيره، انما هتليد ستيبس للتشينج. كل شويه لازم هتنزل تحت الستبس الصغيرة علشان تقدر تدير التشينج فيها. والتكنولوجي ليدر او السي اي او او الاي تي تيم هيقدم رابيد سولوشنز، قصدي مش هيقدم بس رابيد سولوشنز، لا هيعمل التكنولوجي سبورت اللي مطلوب لكل ستيب من الستبس دي، هيفكر مع الناس ازاي يحل لهم المشاكل. واخيرا هي ديجيتال ترانسفورميشن هي رحلة مش جول أو ديستنيشن. وأتمنى أني أكون كده سريعا قلت لكم إزاي التحول الرقمي مفروض يكون للجامعات، وهفتح السؤال يعني الشات للأسئلة بقى إذا حضرتكم عايزين. أنا متشكرين لحضرتك جدا، وحاليا لو في أي سؤال من كل الحضور يا ريت في الشات، يبقى مرحبا بيه، وناخد وعد من حضرتك ان شاء الله ان ما تكونش دي اخر مره في الورشه، ان احنا نكون في تكمله الورشه دي بعد اذنك يا دكتور. الو، ايوه مع ناخد حضرتك. من حضرتك وعد ان شاء الله ان في تكمله الورشه دي ان شاء الله. ان شاء الله طبعا، تمام في اي وقت. هي الورشه كمان في جزء تاني مخصص للتحول في التعليم نفسه، يعني هي اسمها Effective ICT Policies for Managing E-Learning in Higher Education، وازاي نعمل نفكر في الريزيستنس، نحل مشاكل الريزيستنس، وازاي نعمل تشينج مانجمنت علشان فعلا الكواليتي بتاعت الاديوكيشن تعلى كتير. ففي جزء التيتشنج والليرنينج الديجيتال ترانسفورميشن ده ليه محاضره تانيه كمان لو حابين. ان شاء الله يا فندم. ان شاء انا الله. بوجه شكر لحضرتك وبوجه شكر لجميع الحضور الكرام. هو الظاهر دلوقتي ما فيش اسئله لغايه دلوقتي معروضه. طب جميل. انا هبعت بس حاجه برغاء لجميع المشاركين ان احنا نعمل عمليه تقييم للورشه من خلال الرابط اللي انا بعته ده، لان احنا بنحتاج الحاجات دي والمعلومات اللي تساعدنا جدا عشان نقدر نشتغل ونضيف ورش جديده ان شاء الله. إن شاء بعد الله. كده انا عاوز اقول لكم ان شاء الله احنا نتوقف خلال اسبوعين جايين في شهر يناير، هنبدا من نص يناير باذن الله بورش جديده باللغه العربيه. كل عام وانتم طيبين، واحنا تحت امركم اي حاجه، ولو في مقترحات ممكن تبعتوها من خلال الايميل او من خلال حضراتكم، ممكن تدخلوا على الجروب اللي هو بتاع الفيسبوك بتاعنا اللي هو ايميل جي افريكا، وتبعتوا كل الطلبات اللي انتم محتاجينها. تمام، أنا سعيدة بالتعليقات. ولو في كمان في فيديوهات، الفيديو بتاع الدكتورة ياسمين هيتعرض ان شاء الله، بمجرد ما يتعمل له ايديتنج هيترفع ان شاء الله، هيترفع على قناة اليوتيوب الخاصة بينا. كمان عندنا كمان قناة التليجرام اللي حابب يتابع كل المستحدثات الجديدة والأخبار الجديدة عندنا في قناة التليجرام. تمام، أي حاجة معاكم الدكتور محمد في أي وقت، أي حد عاوز أي حاجة أنت تحت أمر حضرتك. يعني في أسئلة؟ شكرا دكتور محمد، أنا سعيدة جدا إن كنت معاكم، ولأي حد عنده أسئلة برضو هكون سعيدة إن أنا أرد عليها. إن شاء الله. وشكرا على حسن استماعكم، وأتمنى ما كنتش كنت تقيلة عليكم يعني. لا لا لا، شكرا لجميع الحضور الكرام جميعا، نراكم على خير، كل عام وأنتم بخير. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.